سبع أشهر لم تتلقى مرتبات ولا إيجارات، تعيش أوضاعا مأساوية، علما بأن وزارة المالية دفعت كل ما عليها والأمر لدى بنك السودان. نستنجد سيد الرئيس بمجلسكم، السيد رئيس الجمهورية خاطب وتحدث مع السيد محافظ بنك السودان عدة مرات، وكذلك فعل السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية، ويتابع السيد وزير رئاسة الجمهورية بصورة يومية، لكن يبدو أن هنالك من يشعر أو يعتقد بأن مرتبات الدبلوماسيين والعاملين وإيجارات البعثات ليست ذات أولوية. سيد الرئيس، لولا أن الأمر بلغ مبلغا خطيرا لما تحدثت فيه في العلن، هان اليوم أنا أدق ناقوس الخطر وأقول عدد من السفراء والدبلوماسيين طلبوا العودة إلى السودان للظروف التي يعيشونها وتعيشها أسرهم.